التواجد اليهودي العام في المغرب يرجع لبعض إلى الفترة الفينيقية منذ القرن السادس قبل الميلاد. شن واحد المعيشة بيناتنا أخوية، كانت صداقة الدراسة وأصدقاء بعضياتنا. هذا القصر ليس هو المكان الأصلي الذي كان يتواجد فيه اليهود الأوائل، ولكنه إحدى المناطق التي سكن فيها اليهود بعد أن انهارت المدينة. هدر خانو لو يخلون ما الآخر. ولد محمد من مواليد 1954، ساكن بحي قصبة الرصاني، واللي عشت بزاف في هذه المنطقة ودوس هاد مدينة الرصاني، وعشت مع اليهود اللي كانوا ساكنين في هذا القصر، اللي عشت معهم وقريت مع الأولاد ديالهم. ودابا ملي مشاو كلهم مشاو لإسرائيل، شي مشى لإسرائيل، شي مشى لحيفا، كلها وفين مشى. فعل أحد أني كما بخما احنا دابا في قصر الملاح، فاش كانوا ساكنين اليهود وملي سكننا هنايا سكننا وكنشوفوهم وكنتلاقاو معاهم وكنا كنعيشوا معاهم معيشه وحده تقريبا. كانوا كيتسوقوا معنا في السوق وياكلوا ويشربوا وعايشين واحد المعيشه بيناتنا اخويه. وانا صغير تنجي وتنلعب مع ولادهم وتنقرا مع ولادهم، كانوا كيقراو معنا. وكان واحد الصديق ديالي كيقرا معايا صغير، وكان ديما فاش كندخلوا للقسم هو الاول اللي كيجيب النقطه الاولى في حفظ القران. كما قلت حالنا كيقول الحصيقه مدرسه، كنا كنقراو في المدرسه ديال عثمان بن عفان اللي سميتها دابا عثمان بن عفان، هي ليكول بريمير. هذه سنة 68 69 70 حتى الثمانينات. كانوا عندي أصدقاء، واحد كيسميوه عزار، واحد سيمون، واحد حزوت، واحد سميتو مردخاي. ألف وتسعمية وثمانين باقين شي بعض العائلات اللي ساكن اللي كانوا بقاو هنا، هما أخر باللي مشاو. معظم الدراسات والأبحاث ومعظم المصادر التاريخية تختلف في تحديد زمن هذا الوجود اليهودي، فبعضها يرجع إلى ما قبل الميلاد، يعني قبل 70 سنة قبل الميلاد، وبعضها يعني بصفة عامة التواجد اليهودي العام في المغرب يرجع لبعض إلى الفترة الفينيقية منذ القرن السادس قبل الميلاد. سميت دي عنا نفش عبد الخلق
التوالد بسجل ماسة يمكن أن نقول أنه بدأ بالظهور وبدأ بالبروز مع نشأة المدينة سجل ماسة، حيث أشارت كثير من المصادر أنهم شاركوا في بنائها في العصر الوسيط، لأن يمكن اعتبر أن مدينة سجل ماسة بحكم أنها هي مدينة بالأساس مدينة وسيطية بامتياز، يعني فترة نشأتها وازدهارها في الفترة الوسيطية وفترة أفولها وانهيارها في الفترة الحديثة. نحن في مكان يؤرخ لمرحلة تاريخية مهمة ولمكون من المكونات الجمعية التي أسست هذه المدينة، وهو المكون اليهودي. هذا القصر ليس هو المكان الأصلي الذي كان يتواجد فيه اليهود الأوائل، ولكنه إحدى المناطق التي سكن فيها اليهود بعد أن انهارت المدينة وتوزعوا عبر قصورها المختلفة. والأدلة على ذلك هو أننا عندما ليس في منطقة هذا القصر إحياء يوجد اليهود، بل هناك في مناطق أخرى وفي قصور معروفة مثل أبو عصامس وقصر المامون الذي ظهر أو زاره المؤرخ المغربي الكبير الوزان بطبيعة الحال، والذي أشار إلى تواجد اليهود. وبعد اندلاس يعني مدينة سجل ماسة عوضتها مجموعة من القصور بهذه المنطقة، وبطبيعة الحال هذه القصور أخذت من ساكنتها وأخذت من مميزاتها، يعني أن اليهود كانوا لهم سكن خاص كذلك بسجل ماسة، وعندما انتقلت هذه الظاهرة إلى يعني بعد اندلاس هذه المدينة، هذه التشكيلة الاجتماعية انتقلت كذلك إلى بعض القصور ذات الموقع إما الجغرافي المهم وإما التجاري المهم، ومن بينها طبيعة الحال قصر قصبة وغلان، والحي الذي أمنه هو حي خاص لليهود. فيه دورهم وهو يحيط بالقصر من جهة الشمال، فيه المعبد وفيه معبدهم الخاص يمارسون طقوسهم بكل أريحية، وفيه دورهم ويعني الأماكن التي يشتغلون فيها فيما يخص خصوصا نحن نعرف أنهم كانوا يشتغلون بمجموعة من الحرف ذات العلاقة بالفلاحة وبالتجارة وبالنجارة إلى غير ذلك. إذا درجنا إلى التاريخ وطرحنا سؤال، عندما كانوا يطرد اليهود من كثير من مناطق العالم، لماذا كانوا يلجؤون إلى هذه المناطق إذا لم تكن حاضنة لهم وكانت ساكنتهم فيها نوع من القابلية لاستقرارهم بين ظهرانيها؟ يعني أن هذه الساكنة سواء الفلالية أو في مختلف أو السجل الماسية أو في مختلف مناطق المغرب كانت محصدين هؤلاء اليهود على مع اختلافهم الديني باعتبارهم أهل ديمة، ولكن طبعا الحال كانت هناك مثلا أخذنا الدولة المرابطية فعلا كانت متشددة في أخذ الجزية، بل أن كانت الجزية التي يعطيها هؤلاء اليهود بحكم سيطرتهم على الموارد التجارية كانت تشكل موردا هاما بالنسبة لهذه الدولة. دون أن نغفل بأن هؤلاء اليهود وإن كانوا يقسمون حسب مجموعة من المؤرخين إلى طائفتين توشابيم والبيغروشام، فمعظم الذين نجدهم في منطقة سافلتهم من التوشابيم يعني اليهود المحليين، بينما الميغروشام كان عددهم قليل، وبالتالي فقد حافظوا على العادات وعلى التقاليد وعلى الاتصالات التي ربطتهم مع السلطة، مما جعلهم يحظون بمكانة عالية لدى مختلف السلطات، لأنهم كانوا أعرف بتجارة المنطقة، أعرف بأحوالها، وأعرف حتى بأماكن معادنها وثرواتها. يعني اعتمادا على الروايه الشفهيه الذي يتبين بانه لم يكن هناك ذمه، لم تكن هناك، لا يؤدون اي شيء في مقابل الحمايه التي يحظون بها، بقدر ما يعتبرون كحميين، يعني ان القبيله ان القصر ملزمون بالدفاع عنهم وعن اي ويعني وعن مصالحهم والدفاع عن حقوقهم، فلا يمكن ان نتحدث عن اهل ذمه بقدر ما نتحدث عن اعضاء داخل القصر لهم حقوقهم ولهم ما لهم وعليهم ما عليهم كباقي القبائل المكونة لهذا القصر.
ما هو سر وجودهم؟ طبعا حالي رجعنا إلى أحد الكتب التاريخية وهو طبعا حالي كتاب الاستبصار، قال بأن اليهود تواجدوا بمدينة سجد ماسة لأنها كانت باب المعادن، وأهم معدن هو الذهب، وبالتالي المنطقة ككل عرف فيها اليهود بإتقانهم لمهن أساسية وهي سبك وصياغة الذهب. حبيبي ونفرح بوصاله. إذا رجعنا حتى إلى المكسبة الوطنية الفرنسية التي تستوفر على مجموعة من النقود الفرنسية، عفوا مجموعة من النقود المغربية التي طبعت في المغرب، نجد من أنه من أصل 77 عملة 31 منها ينتمي إلى سجل ماسة، ومعنى انتمائها إلى سجل ماسة يعني الدور الكبير الذي كان يلعبه هؤلاء اليهود في صياغة هذا الذهب. بما أنهم يهتمون بالجانب المالي، وبما أن مصالحهم خصوصا ترتبط بالسلطة والسلطان، فكان طبيعي أن يبحثوا عن علاقة مع السلطان وكذلك الصلاة، لأنهم كانوا بعض الأحيان في حاجة إلى المال وإلى من يروج تجارتهم. طبيعي أن العلاقة بين هذه الساكنة السجل المسيح اليهودية لابد أن تكون لهم علاقة مع السلطان. كما أن بعض الأبحاث أو الدارسين مثل دوزي جاكموني أشارت بأن بفضل ما كان يقوم به اليهود بصياغة الذهب تمكنوا من أن يصلوا إلى أعلى المراتب وأن يكونوا هم في قمة الطبقات الاجتماعية في مرحلة من المراحل التاريخية في تاريخ سجل ماسة. باعتبار أن أغلبية هؤلاء الذين كانوا في هذا الحي هم من أغنياء القصر، لهم أملاك وأخصب الأملاك، وبالتالي بالإضافة إلى أنهم كانوا يقومون بتشغيل يعني مجموعة من أو إعارة أراضيهم إلى باقي سكان القصر المسلمين دون مركب نقص وفي جو تعايشي، على اعتبار أن هذه التجربة لم تكن ولدة هذا القصر أو القصور الأخرى، بل هذه التجربة ولدها يعني السكان الفلاليون انطلاقا من كونهم من سجل ماسة، يعني في سجل ماسة كان هناك خليط من الأجناس. نهنا وتزل حزان، كان هناك يسود جو من التعايش، واعتمادا للرواية الشفهية يعني إلى درجة أنك يصعب أن تميز بين فيما يخص الحقوق وفيما يخص كذلك الواجبات، يصعب أن تميز بين المسلم واليهودي، فالكل كان يتعايش بشكل سلمي. ما يميز هو أنه فعلا هناك يعني لهم خصوصيتهم، فلهم حيهم الخاص بكل مرافقه كما أشرت، ولهم حرفهم يمارسونها كيفما شاءوا، ولكن في اتخاذ القرار المهم بطبيعة الحال لابد أن تكون هناك مساهمة، لكن مستوى القرار تتكفل به القبيلة التي ليسوا جزءا منها. يلا ينصيروك حسب ما اطلعت عليه من مصادر الكشف عن تاريخ اليهود بمنطقة سجل ماسة وكذلك فيما بعد داخل القصور، لم يثبت أن كان هناك صراع، بالتالي ليس هناك تمييز، ليس هناك تحقير، ليس هناك أدنى يعني نوع من السلوك لا أخلاقي، بقدر ما أن الرواية الشفوية تزودنا بأنه كان هناك نوع من التعايش، نوع من التلاحم، نوع من المشاركة حتى في الاحتفالات، في الاحتفالات سواء كانت دينية أو غيرها، وبالتالي لم يحدث حسب ما يعني زودتنا بالرواية الشفوية، لم يحدث أي نزاع أو أي محنة حصلت لهؤلاء اليهود. بدمع عشقي تودان من البر شمعون واحد، ولا ليت عرب وصحراء وشودان، ولا جبر تطبي ببر لجراحي، ولا قلبي في المحانة أخلى ضربة أولي وقلب غزالي شاحي، وفرق الموت صعيب وفرق الحياة عدا،
يا سعد اللي فعل الخير وفين ممشى الخير.